نقدر، لو كنا نقدر التضحية، لو كنا نقدر التضحية التي قدمها الذين استرخصوا نفوسهم وديارهم وأموالهم في حق وطنهم، فاستجابوا لنداء المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، متطوعين بمجرد ما نادى المغفور له بهذه المسيرة، فتطوعوا في المشاركة دون أن يعلموا إلى أي اتجاه هم. يسمعون بالصحراء نعم، ولكن كيفية هذا الصحراء؟ كي داير هذا الصحراء؟ استجابوا لنداء الوطن، هؤلاء حقا لو كنا نقدرهم حق تقدير لتوقفنا، بل نقف إليهم إجلالا واحتراما، لأنهم ماذا؟ ذاذوا عن ماذا؟ عن بلدنا هذا ليكون حرا في جميع قراراته. فقبل بداية هذا اللقاء وأنا جالس هذا الكرسي هنا، كل من دخل كان يحمل تلك الشارة، لا أسلم عليه هكذا ولكن أقف إليه احتراما وأطلب من الجميع والوقوف منها، لا الذين ضحوا بما لديهم بوقتهم وبكل شيء. وفي الحقيقة 350 ألف متطوع ينتقلون من مكان إلى مكان، تصوروا 350 ألف بمأكلهم بمشربهم بدوائهم بتطبيبهم، كل هذا بعد فضل الله عز وجل بالحكمة الرشيدة والسديدة وبالأفكار العبقرية للمغفور له الحسن الثاني رضوان الله عليه، وبما أنه كانت مسيرة سلمية لا سلاح فيها ولا جدال ولا 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 ولا، إنما سلاحهم القرآن العظيم في يمناهم وفي يسراهم العالم الوطني، مسيرة سلمية. فتعجبت الدول الأخرى كيف ستكون هذه المسيرة من جميع أقطار المغرب إلى ماذا؟ إلى الصحراء. ولكن الله عز وجل بفضله وبحكمة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه، كان ذلك كله كما قال في خطابه ببلدية أكادير. سننطلق قال لك كرجل واحد بنظام وانتظام، وكان كذلك. أولياء الله عز وجل، أولياء الله إذا نطقوا فإن الله عز وجل هو الذي ينطق بهم، وإذا فعلوا فإن يد الله عز وجل معهم. فلهؤلاء جميعا المشاهدون، أنا عندي 12 سنة، 1975 12 سنة وأنا كنقرا في تهذيب أكادير، تهذيب ديال الملكة. دابا العزيب نقل من تما فين كاين مرجان دابا مولاي رشيد الملك اسمه مولاي رشيد، 12 عام وانا كنعقل كيفاش جاو الفرضات هزوا المسيره على باش يمشيو تما. انا صغير ولكن تذكرت كل هذه الاشياء، ولكن حتى قرينا ودرسنا وعلمنا ماذا قدم هؤلاء، ونسال الله عز وجل للباقين فيهم وللمنتقلين إلى دار الآخرة الرحمة والمغفرة. آمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم، لا ترد دعواتنا خائبة يا رب الراحمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بما وارت وجوه جلالك بسبحان وجهك، التي لو ظهرت للوجود لتذكذك الوجود والحرق وصار هذا العدد. نسألك بتلك السبحات وجلالتها وعظمتها أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلى الله عز وجل للمغفور له
لا محمد الخامس ولا الحسن الثاني صلى الله عز وجل أن يطيب طراهم ولينور ضريحهم يا أرحم الراحمين رب العالمين. خليفة سره ووالد سره أمير المؤمنين. خليفة سره.